بكم في نشرة السادسة مساء من قناة نادي الأهلي وإلى العناوين. مجلس إدارة الأهلي يدعو المرشحين للانتخابات لحضور مواجهة الوداد. الأهلي يختتم تدريبات اليوم استعدادا للوداد المغربي. وعاشور وجمعة يسابقان الزمن للحاق بنهائي دوري الأبطال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر الدعوة لكل المرشحين والذين يشاركون في انتخابات النادي المقبلة لحضور مباراة الوداد المغربي بملعب برج العرب غدا السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وخصصت إدارة النادي أماكن خاصة لكل السادة المرشحين في مقصورة كبار الزوار داخل استاد برج العرب، ووفرت الإدارة حافلة خاصة لمن يرغب من السادة المرشحين في الذهاب إلى استاد برج العرب. ووفرت إدارة النادي أيضا بطاقات مميزة للشخصيات المهمة وكذلك تأمين دخولهم إلى الاستاد بما يليق بالأهلي ومرشحيه في الانتخابات المقبلة. يخوض فريق الأهلي ميرانه الأخير استعدادا للمواجهة المرتقبة غدا السبت أمام الوداد المغربي بملعب برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ودخل الأهلي معسكرا في منطقة برج العرب بداية من أمس الخميس وخاض ميرانه أمس على ملعب اللقاء. عقد حسام البدري المدير الفني للأهلي محاضرات مكثفة للاعبي الفريق استعدادا لمواجهة الوداد المغربي بملعب برج العرب غدا السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وطلب الأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في لقاء الوداد المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى المغرب لخوض اللقاء النهائي. للمزيد من التفاصيل حول استعدادات الأهلي لمواجهة الوداد ينضم إلينا الآن هاتفيا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بك. أهلا بك يا فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أمير، كيف تبدو الأجواء عندك قبل ساعات من لقاء الأهلي والوداد؟ طبعا هي الأجواء أكيد أجواء مهمة جدا، أجواء متعامل متعب النادي الاهلي في خلال الاستعداد لهذه المباراه الهامه خلاص جدا بالنسبه للنادي الاهلي وكل جمهوره، بالتالي كل لاعبي النادي الاهلي بيستعدوا بشكل قوي. النهارده طبعا في المران الاخير بالنسبه لفريق النادي الاهلي، المران يمكن هو في هذه اللحظات وبالتحديد في الجزء الاخير من المران. طبعا محاضرات مكثفه من كابتن حسام البدري، النهارده كان في محاضره الصبح، هيكون في محاضره ثانيه بعد العشاء بعد ما الفريق يخلص المران، هيبقى ليه العشاء بعد العشاء مباشرة هيكون في محاضرة أخرى للكابتن حسام البدري مع اللاعبين. لكن الأجواء بشكل عام أجواء حماسية بشكل كبير جدا، كل لاعبي النادي الأهلي مستعدين خلاص لهذه المباراة سواء من الناحية البدنية، الناحية الفنية، من الناحية
النفسيه وايضا معنويا. يمكن لاعبي النادي الاهلي معنوياتهم مرتفعه جدا بعد الفوز الاخير على فريق النجم الساحلي بنتيجه 6-2 في اياب دور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا. طبعا في هذه اللحظات خلاص الفريق في الجزء الاخير من المران، في تقسيمه طبعا من الكابتن حسام البدري بيشارك فيها كل اللاعبين المتاحين زي ما احنا عارفين 23 لاعب متاحين لهذه المباراه في ظل غياب كل من صالح جمعه وحسام عاشور للاصابات المختلفه. بالتالي كل لاعبي النادي الاهلي بيشاركوا في التقسيمه، بيشاركوا بكل قوه وبمنتهى الجديه، وواضح ان هم جاهزين جدا ان شاء الله لهذه المباراه الهامه. خلال التقسيمه كابتن حسام البدري يعني بيوقف التقسيمه اكثر من مره، بيشرح فيها بعض الامور اللي عايز يوصلها لاعبي النادي الاهلي عشان يكون عندهم حرص في تنفيذ هذه التعليمات. وواضح ان كابتن حسام البدري ايضا بيمرن اللاعبين على بعض الكرات الثابته، لكن بشكل عام كل لاعبي النادي الاهلي خلاص جاهزين لهذه المباراه. اكيد يا فيروز بنتمنى النادي الاهلي ان شاء الله خلال مباراه بكره يقدر يحقق نتيجه كويسه تديله اريحيه بشكل او باخر قبل مباراه العوده في المغرب وتحديد في كازابلانكا وملعب محمد الخامس، خصوصا الاجواء هناك اجواء صعبه شويه. جمهور الوداد المغربي دايما جمهور متحمس لفريقه بشكل كبير، فبالتالي ان شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي جاهزين لمباراه الغد في ظل ايضا حضور عدد وافر من جمهور النادي الاهلي 50,000 متفرج تقريبا هيكونوا متواجدين زي ما شفنا دورهم البارز خلال مباراه النجم الساحلي السابقه. ان شاء الله هيكون لهم دور بارز جدا خلال مباراه الغد، من خلالها ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه. امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لي، كنت معي عبر الهاتف. أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الغائبين عن مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ميرانا قويا على ملعب مختار تتش بالجزيرة صباح اليوم الجمعة. وقاد الميران الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، وشارك فيه اللاعبون باسم علي وباكا وعبد الله الشامي وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وعمرو بركات وأكرم توفيق وأيمن أشرف. وصلاح حسام عاشور وصالح جمعه لاعبا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اداء تدريباتهما التاهيليه داخل صاله الجيمنازيوم بالنادي صباح اليوم الجمعه. وادى عاشور وصالح التدريبات التاهيليه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل من اجل شفائهما من الاصابه. يخوض فريق الوداد المغربي ميرانه الرئيسي بعد قليل على ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة الأهلي غدا السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويبدأ ميران الوداد بعد نهاية لقاء الإسماعيلي والمصري والمقام حاليا على ملعب برج العرب في الجولة السابعة للدوري. يفضل الحسين عموت المدير الفني للوداد المغربي بين الثنائيه نعيم عراب وصلاح الدين السعيدي لتعويض غياب امين عطوشي مدافع الفريق الغائب للايقاف. ويستعد الوداد لمواجهه الاهلي غدا السبت في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، ويغيب عطوشي عن لقاء الاهلي بسبب طرده في مباراه اتحاد الجزائر الماضيه بدوري ابطال افريقيا. أبدى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي في المباراة المرتقبة والتي تجمعهما غدا السبت بملعب برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأشاد الناصري بالاستقبال الحافل والذي حظيت به بعثة الوداد المغربي من جانب إدارة الأهلي. وقال سعيد الناصري في تصريحات للإعلام المغربي: اللاعبون عازمون على تحقيق الفوز، أما الأهلي رغم القوة التي يتحلى بها المنافس والذي يعلم جيدا كيف يستفيد من توافر عاملي الأرض والجمهور.
سلطت الصحافة المغربية الضوء على لقاء الأهلي والوداد المغربي والمقرر غدا السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأكدت صحيفة البطولة المغربية أن الوداد يحظى باستقبال حافل في مصر، كما أن هناك حالة تركيز في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأن جهاز الفني بقيادة الحسين عموتة فرض السرية على معسكر الفريق. وأشارت صحيفة المغرب اليوم إلى تصريحات وليد الكرتي لاعب الوداد، والذي أكد أنه لا يخشى مواجهة الأهلي رغم فوز الأخير بسداسية على النجم الساحلي. وأوضحت الصحيفة أن الوداد يبحث عن العودة بنتيجة طيبة. وأكدت صحيفة الصباح أن الوداد لاقى مقابلة جيدة في مصر، والجميع في حالة تركيز لتقديم عرض قوي أمام الأهلي. فرض التعادل الإيجابي كلمته على لقاء الداخلية وضيفه الداخلية بهدفين لكل منهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة للدوري المصري لكرة القدم على ملعب كلية الشرطة بالقاهرة. وتقدم الإيفواري مانوتشو لصالح الاتحاد في الدقيقة 25، وتعادل الداخلية بضربة جزاء عن طريق عبد العزيز الشاعر زيزو في الدقيقة 30، وأهدر الداخلية ضربة جزاء أخرى، ثم سجل زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 42 للداخلية. وأحرز محمد عبد الرازق بازوكا هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 86 من عمر المباراة. أكد إيهاب ليطة مدير المنتخب الوطني أن حسام عاشور لاعب الأهلي اقترب من اللحاق بمعسكر الفراعنة، والذي ينطلق يوم 6 نوفمبر المقبل. وقال ليطة أنه استفسر عن جاهزية اللاعب، والذي أكد المشاركة في التدريبات بعد أسبوع ليكون تعافى من إصابته بشكل كامل. ويلعب منتخب مصر مع الإمارات وديا يوم 9 نوفمبر المقبل، كما يلتقي مع غانا يوم 10 من نفس الشهر ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم. عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اجتماعا مع صلاح غالي والد محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، وعلاء عكاشة المشرف العام على الكرة بنادي عسمسون والذي نشأ فيه محمد صلاح، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العلب لمناقشة إنشاء استاد يحمل اسم اللاعب المصري المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي. وأكد محافظ الغربية لوالد محمد صلاح ومسؤولي نادي عسمسون أن المحافظة ستدعم إنشاء استاد يحمل اسم نجم المنتخب المصري بعد استقرار مسؤولي عسمسون على مكان الاستاد. من جهته أكد علاء عكاشة المشرف العام على الكرة بنادي عسمسون أن فكرة إنشاء الاستاد جاءت عقب حصول النادي على حق الرعاية الخاص بمحمد صلاح من الاتحاد الدولي، مؤكدا أن مسؤولي عسمسون تواصلوا مع النجم المصري والذي رحب بالفكرة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا زيادة جوائز المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 400 مليون دولار. وقام الاتحاد بتعديل لوائح التقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 مع تعيين فريق تقييم الطلبات. تعقد
تتغدى مع احمد جبر رئيس نادي الترسانه وصفية عبد الدايم مساعدة مكتب الفيفا بأوراق الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة. وكان اتحاد الكرة قد فتح صباح اليوم باب الترشح للانتخابات على مقعدي حازم وسحر الهواري، واللذان تقدما باستقالتهما مؤخرا، كما تقدم مجدي الشناوي عضو الجبلية السابق بأوراق ترشحه على منصب العضوية. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي الألعاب الأخرى، حيث يتدرب الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك والمقرر لها غدا السبت على صالة الجمعية الرياضية بمدينة الحمامات التونسية في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي ينظمها نادي الحمامات التونسي. وقرر الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد استمرار التدريبات بشكل قوي لخوض المباراة في ظل السعي بقوة نحو الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة والتي يحمل الفريق لقب النسخة الأخيرة لها. وقرر الجهاز الفني إلقاء محاضرة فيديو للاعبي الفريق اليوم لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة وتكليف كل لاعب بمهام محددة في اللقاء. قال محمد عادل المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الأهلي أن تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا جاء بعد مباراة قوية من جانب فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي والذي يملك عناصر قوية، وأن الفريق استفاد من هذا اللقاء في التجهيز بقوة لمباراة الدور نصف النهائي. وأوضح أن الفريق يجهز بقوة للمباراة في ظل أهمية المرحلة الحالية من البطولة، لافتا إلى أن الفريق يملك العناصر القادرة على خوض المباريات المهمة والصعبة على حد سواء. وأشار المدرب العام للفريق إلى أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على أنها مرحلة مستقلة وأن هناك حالة تركيز شديد من جانب كل اللاعبين استعدادا للمباراة. قال هادي رفعت حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن الفريق سيتعامل بجدية شديدة مع مواجهة الزمالك والمقرر لها مساء غد السبت على صالة الجمعية الرياضية في مدينة الحمامات التونسية في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية. وأشار رفعت إلى أن شخصية النادي الأهلي الحقيقية تظهر في المباريات الصعبة وأن الفريق لديه طموحات كبيرة في تحقيق الفوز بلقب البطولة من أجل استكمال سلسلة الإنجازات والتي حققها في الفترة الأخيرة. وشدد حارس مرمى الفريق على أهمية أن تخرج المباراة في إطار من الروح الرياضية والتي تليق باسم ومكانة الرياضة المصرية بغض النظر عمن يفوز بالمباراة ومن لن يحالفه التوفيق خلالها.
أصبح محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي جاهزا لخوض مباراة الزمالك والمقرر لها السبت في لقاء الدور نصف النهائي من منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تقام في مدينة الحمامات التونسية. وأكد الجهاز الطبي للفريق أن الكدمة التي تعرض لها اللاعب في مباراة شبيبة كنشاسا الكونغولي أمس الخميس خفيفة ولن تؤثر على حظوظه في المشاركة بمباراة الزمالك. تأهل المنتخب المصري لكرة الطائرة إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية والتي تستضيفها مصر بعد فوزه على المنتخب الرواندي بثلاثة أشواط نظيفة. ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني في نصف نهائي البطولة في 9 من مساء اليوم. يذكر أن البطولة تؤهل للمشاركة في كأس العالم للكرة الطائرة لعام 2017. قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. وإلى جولة في الملاعب العالمية والبداية من الدوري الإنجليزي. حيث أعلن ماوريسيو بوكاتينيو مدرب توتنهام الإنجليزي رسميا غياب مهاجم الفريق هاري كان عن لقاء مانشستر يونايتد غدا السبت في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي. وصرح بوكاتينيو أنه لن يخاطر بكان في مباراة الغد حيث تعرض اللاعب لإصابة عضلية في مباراة ليفربول في الجولة الماضية من البريمير ليج والتي انتهت بفوز توتنهام بأربعة أهداف لهدف. يحتل توتنهام المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني. صرح زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الإصابة والتي عانى منها منذ أبريل الماضي جعلت لديه هدف واحد وهو التعافي والعودة لكرة القدم مجددا. وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لشبكة سكاي سبورت أنه لم يعاني من قبل من إصابة قوية كتلك التي تعرض لها في مباراة أندرلخت في أبريل الماضي والتي أبعدته عن الملاعب طوال تلك الفترة. وأكد إبراهيموفيتش أن هدفه الآن هو العودة للعب كرة القدم مرة أخرى والفوز ببطولة الدوري الإنجليزي. أثيرت الشكوك حول إقامة مباراة ريال مدريد مع مضيفه جيرونا والمقرر إقامتها بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني. ووفقا للعديد من التقارير فإن الحكومة الإسبانية تفكر في تأجيل اللقاء خوفا من أعمال الشغب والتي قد تحدث بسبب المطالبة بانفصال إقليم كاتالونيا والتي يتبع له فريق جيرونا. وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمواطنين المطالبين بانفصال كاتالونيا في الأول من أكتوبر الجاري ما أدى إلى وقوع مئات الإصابات.
حصل الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني على جائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر الماضي، وشارك الفرنسي الشهر الماضي في 6 مباريات مع الأتلتي، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا آخر، وحقق فريقه الفوز في 3 مباريات وتعادل في 2 وخسر مباراة واحدة. يذكر أن غريزمان انضم إلى أتلتيكو مدريد في صيف عام 2014. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني توصله لاتفاق نهائي مع نادي هلسنبرغ السويدي على التعاقد مع السويدي أليكس تيمسي أندرسون بداية من الأول من يوليو لعام 2019. وأوضح النادي الألماني أن اللاعب صاحب 16 عام سيواصل مشاركته مع فريقه في المباريات بشكل طبيعي حتى عام 2019. تأكد غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان رسميا عن مواجهة فريقه أمام نيس اليوم الجمعة بالجولة 11 من الدوري الفرنسي. وكان نيمار قد تعرض للطرد خلال المباراة الماضية أمام مارسيليا بعد اشتباكه مع أحد اللاعبين بسبب التدخل العنيف ليحصد البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من بوابة الأهرام، الأهلي يستعد على الملعب الرئيسي ببرج العرب للقاء الوداد. ومن الجمهورية قبل 24 ساعة من الموقع، الأهلي يعلن التحدي لمواجهة الوداد. أما من المساء فالبدري يركز على اللياقة البدنية لنجوم الأهلي. ومن الوفد، الأهلي يدرس استمرار ربيعة في الوسط أمام الوداد. من المصري اليوم، الأهلي يطالب الكاف بإسناد النهائي الأفريقي لطاقم تحكيم مونديالي. ومن الوطن سبورت، خطة مزدوجة في الأهلي لضرب الوداد. ومن فيتو، حسام عاشور وصالح جمعة يواصلان التأهيل في الجن. من البوابة نيوز، ميران قوي للاعبين الغائبين عن لقاء الوداد. ومن الفريق، وليد أزارو يبلغ الأهلي بقراره النهائي بشأن احترافه في أوروبا. من دوت مصر، مروان محسن يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بعد مباراة الوداد. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، نحتفل اليوم بعيد ميلاد نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر هاني مصطفى، والذي تولى قيادة الفريق الأول منذ عام 1972 وحتى اعتزاله في عام 1976.
كما نحتفل أيضا بعيد ميلاد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سيد عبد الحفيظ، حيث لعب عبد الحفيظ للأهلي 207 مباراة وسجل 33 هدف. ونحتفل أيضا بعيد ميلاد نجم الأهلي السابق وليد صلاح الدين، والذي حقق مع الأهلي 7 بطولات دوري و6 كأس مصر وبطولة كأس الاتحاد، كما حقق 4 بطولات عربية و3 بطولات أفريقية. ويحتفل اليوم أيضا الظهير الأيمن لنادي الأهلي باسم علي بعيد ميلاده 29. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.